اليوم بنبدأ إن شاء الله في الباب الأخير أو الفصل الخامس بعنوان المول. المول بنبدأ نعرف المول عبارة عن وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس كمية المادة. له تعريف تاني عبارة عن عدد ذرات الكربون 12 في عينة كتلتها 12 جرام، ده يحتوي على 6.02 × 10^23 من الجسيمات، سواء كانت الجسيمات ديت عبارة عن ذرات، عبارة عن جزيئات، عبارة عن أيونات، عبارة عن وحدات صيغ، كلها عبارة عن تعريف للمول. أيضا بنتكلم على إزاي تعرف تجيب عدد الذرات أو عدد الجزيئات أو عدد الأيونات. لما يجي في مسألة ويقول لي احسب عدد الجزيئات في 11.5 مول من المية، بقدر أقول له إن عدد الجزيئات بتساوي عدد المولات مضروبة في عدد أفوجادرو اللي هو 6.02 × 10^23. نفس الكلام لو قال لي احسب عدد الذرات في 5 مول من جزيئات الأكسجين، هنا هتفرق بس فرق صغير إن الجزيء بتاع الأكسجين عبارة عن عدد المولات في عدد أفوجادرو في ذرتين أو في 2، آسف، لأن الجزيء عبارة عن ذرتين، يعني أقدر أقول 2 × 5 × 6.02 × 10^23. حاجة تانية برضو نقدر نحسب بيها عدد المول، عدد المول بيساوي عدد الذرات مقسوم على عدد أفوجادرو. أيضا نقدر نحسب عدد المول من خلال الكتلة اللي بيقول لي عدد المول بتساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. الكتلة بالجرام على الكتلة المولية نحسب على سبيل المثال في بعض الحاجات لما يجي يقول لي احسب عدد المولات في مثلا نقدر نقول على سبيل المثال نقدر نقول مثلا يقول لي احسب الكتلة بالجرام لكل من 3.57 من الألمنيوم. هنا نفس الكلام لو انت